بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الجليس الصالح مع إسلام 101 والشيخ محمد عرفة. ومرحبا بكم في الربع الأول، في نهاية الربع الأول أو الثلث الأول من شهر رمضان، جعله الله رحمة للمسلمين وعليكم جميعا. ونواصل الأسئلة للشيخ محمد عرفة عن كيفية تطور وكيفية تطور رسالة الإسلام للشخصية الإسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتى الله اليقين. الشخصية الإسلامية هنتكلم شوية عن معالمها الأساسية، ولكن الدور الأساسي هو أنها الرسالة بتحول هذه الشخصية من حب الذات لحب الله، ومن السعي في هذه الدنيا للسعي في الآخرة. يعني بتعرف أن الحياة هنا مؤقتة، وإن الهدف الأساسي لها هو مش البقاء والخلود هنا، ولكن السعي في للدار الآخرة إن شاء الله. كيف بتتم عملية التحول من حب الذات لحب الله، ومن العمل للدنيا للعمل للآخرة؟ الأول لازم نعرف الفطرة، اللي هي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وترنا عليها. طبعا فيها كلام كتير جدا، لكن اللي أنا عايز نوصلها إن هذه الفطرة تعبد نفسها، بمعنى انها تطيع نفسها، تطيع شهواتها، تطيع هواها، وعندها مقدره ايضا على انها تبرر اخطائها، وفي تحقيق مصلحتها من الممكن جدا انها تعتدي على الاخرين. فهنا بيجي دور الرساله الاساسيه انها تاخذ هذه الفطره، وعن طريق المنهج الاسلامي الرباني المتمسك في تعليم القران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعلم هذه الفطرة ما هو الحلال وما هو الحرام، وما هو يجب أن يعني الإنسان يؤمن به، وما هو يجب أن يتجنبه. ففي حالة أيضا تعلمه ذكر الله، فبيتولد ما يسمى بالضمير. فمن هنا بتتحول النفس من نفس أمارة تأمر بالسوء إلى نفس لوامة، تلوم النفس، تلوم يلوم الإنسان فيها نفسه إذا ما أخطأ وفق معايير القرآن والسنة، ويبتدي يطور نفسه، يستخدم هذا الضمير يطور نفسه. فلما يبتدي يطور نفسه عن طريق الفهم الأكثر بالأصح والتطبيق الأفضل لتعليم القرآن والسنة، يبتدي يتولد عنده العمل الصالح. ولما يتولد العمل الصالح، بمعنى خلينا نقول إن العمل الصالح هو إعطاء كل ذي حق حقه بأفضل الأساليب الممكنة. خلينا نعرف العمل الصالح بهذه الطريقة، بتدي الله تبارك وتعالى حقه، وتدي كل واحد حقه بأفضل الأساليب الممكنة، فترتاح النفس، فتتولد هنا النفس المطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلما تتولد هذه النفس مع سعيها في فهم الرسالة وتطبيقها، بتتولد عندنا مكارم الأخلاق. زي ما قلت، بعد المكارم الأخلاق مع الفهم للرسالة وتطبيق الرسالة، يتولد الانقياد لإرادة الله. ولما تنقاد لإرادة الله سبحانه وتعالى، بتتولد النفس الشفافة. الشفافة بمعنى إنها بدأت تحس إنها جزء من منظومة إلهية كبيرة، وتستطيع هذه النفس إنها ترى كمال الله سبحانه وتعالى وحكمة الله وقدرة الله وعلم الله ورحمة الله في كل شيء. فتستطيع انها تكون في حاله من الشفافيه، انها تحس انها جزء من المنظومه الالهيه في اداره هذا الكون. الانقياد، فهنا بتتولد مع تولد النفس الشفافه ومع الانقياد لله تبارك وتعالى ومع الفهم الاكثر للرساله، بيتولد عندنا الرضا. الرضا بقضاء الله، والرضا بالله، والرضا بكل ما في الحياه، لأن الإنسان فيها بيسعى إلى أن يستخدم نعمة الحياة وما أعطاه الله علشان يتقرب به إلى الله وعشان يرضي الله، فتتولد هنا النفس النورانية.
وإذا تولدت النفس النورانية معناها أن هذه النفس دخلت في حمى الله ودخلت في نور الله تبارك وتعالى. وإذا دخل الإنسان وتمنى الله أن إن شاء الله حضرتك وأنا وكل من يستمع ويرى إن شاء الله نصل إلى هذه المراتب وهذه المراحل، إن هنا يعني ينكر الإنسان ذاته ويتحول حبه من حبه لذاته إلى حب الله سبحانه وتعالى، وتتحول رغبته من إرضاء ذاته إلى الرغبة في إرضاء الله تبارك وتعالى. وبمناسبة شهر رمضان الكريم